حبيتش اجيلك السجن، قلت اجيلك النيابه احسن. هو كله سجن بالنسبه لي. عيسى بلاش تيأس، الجلسه الاولانيه في صالحك، واضح انك معاك محامي شاطر قوي، ولو اني يعني انا زعلانه منك علشان رفضت المحامي بتاعي. ما كانش معايا تمنه. ومعاك تمن محامي رانيا؟ انا وافقت عليه عشان هو محامي ياسر اللي انا متهم بقتله، كان يهمني الرساله دي توصل للمحكمه وللناس كلها. كنت فاكرني هاخد منك تمن المحامي اللي هجيبه لك؟ كنت خايفه اطلعك براءه احسن اكتبك باسمي قبل ما تخرج. يمكن اول ما عرفتك كنت بفكر كده، كنت شايفك صفقه من الصفقات اللي عشت طول عمري مش شايفه غير انها بتخلص بالطريقه دي، ولما اتقبض عليك ما بقتش عايزه حاجه خالص غير انك تخرج. حتى عيسى لو مش هتكون ليا. أنا ترددت كتير قوي قبل ما أجيلك. نوال هانم اتهمتني إن أنا اشتركت معاك في قتل ياسر، وإن إحنا عملنا التمثيلية دي كلها علشان نورثه ونتجوز بفلوسه. هو أنا ما استغربتش زيك كده، في الحقيقة أنا كنت متأكدة إنها هتحاول تسجني وتخلص مني، خصوصا إني هورث ياسر وهو ما لمسنيش. أيوة يا عيسى، ياسر ما لمسنيش، زي ما يكون ربنا رايد ان انا ما اكونش لاي حد غيرك. فاكر زمان لما قلت لي ان احنا ربنا خلقنا عشان بعض؟ انت اللي نسيتي لما رحت اتجوزت ياسر وما افتكرتنيش بس غير لما هو مات. يمكن احتاج فتره طويله قوي عشان اقدر اقنعك انا ليه وافقت على جوازي من ياسر. وانت بقى جايه النهارده عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ انا جايه اقول لك ان انا هفضل جنبك لحد ما تخرج من هنا، مع انك اخترت محامي رانيا. وده بقى اللي مضايقك؟ محامي رانيا هو محامي ياسر، هو محامي العيله كلها، يعني في النهايه هو محامي نوال هانم اللي اتهمتك بقتل ابنها. وانت مش خايف يكون ده فخ ومنصوب لك علشان ما تجيبش محامي يدافع عنك بجد؟ يا عيسى، عيسى نوال أكيد متفقة مع رانيا عشان ينتقموا منك. رانيا مش ممكن تأذيني أو تغدر بيا. آه، تبقيش تتعبي نفسك وتيجي هنا تاني. أكتر من كده. أنت قلت لي بات وأنا بت، مش عايز بتأخر على مها. إيه؟ خايف منها؟ حبيبتي أنت واخدة إجازة من الشغل، أنا شغال. وده بقى اللي غيظني. إحنا لسه متجوزين إمبارح وأنت نازل الشغل النهاردة. ما ينفعش إحنا الاتنين نبيت في نفس الوقت. كده هتشك فينا. ماشي. خلاص هتخلص تيجي على هنا. لا، احتمال بس أعدي على البيت الأول وبعد كده بجيلك بالليل. في إيه يا علاء؟ وأنت خايف تبقى ماشية حد وراك؟ حبيبتي، أنا بعمل ده لمصلحتنا. ماشي؟ ده مين ده اللي جاي لي دلوقتي؟ معرفش. طب ادخل ادخل جوه لحد ما اشوف مين. اه بس انجزي. ماشي؟ حاضر. عايز انزل. صباح الخير. صباح النور. مدام مها؟ أنا جيت أطمن عليكي. نعم؟ مش أنتِ قلتي واخدة إجازة يومين عشان تعبانة؟ اه صح، بقيت احسن الحمد لله. الحمد لله. مش هتقولي لي اتفضلي؟ اه انا اسفه، اتفضلي. سوري، اتفضلي. يا رب اكون جيت في وقت مناسب. لا طبعا في وقت مناسب. تشربي ايه؟ لا مفيش وقت. تعالي عايزه اتكلم معاكي شويه. اوكي. ايه
انت عارفه ان انا ما شغلتكيش معايا غير لما وثقت فيكي وقلت لك تحط عينيكي على كل الموظفين اللي عندي بما فيهم علي. هو حصل حاجه؟ جات لي معلومات كده ان هو بياخد عمولات من ورايا في عقود توريدات الصرف الصحي. بس دي معلومات اكيده دي؟ قلت اجيلك يمكن عندك معلومه تقدري تقوليها لي. بس انت عارفه ان انا شغلي بعيد خالص عن التعاقدات. بس انتوا بتقعدوا مع بعض اليومين دول كتير بحكم الشغل يعني اللي ما بينكم. انا عايزاكي تساعديني، عايزه اوصل للحقيقه قبل ما اخد اي قرار ضده او لصالحه. اكيد طبعا هحاول. اكيد امل، انا جيت لك دلوقتي كصديقه مش سكرتيره. انت مش عارفه دي حاجه تبسطني قد ايه. طيب انا هستناكي تخلصي اجازتك وتيجي عشان نحل الموضوع ده. اوكي استاذن انا. اوكي اتفضلي. نورتيني. شكرا يا هند. مع السلامه. باي باي. سمعتها؟ سمعتها. شكا فينا احنا الاثنين. ما ده شغل ياسر الشواربي من ساعة ما عرف انك شغالة معاه وعايز يوقع بينكم انتوا الاتنين. ما هي لو كانت اتهمتني بحاجة كنت فهمتها كده. عشان كده ما اتهمتكيش، جات ورصت لك اللي هي عايزة تقوله من غير ما تديك اي فرصة تتكلمي. طب وبعدين يا علاء هنعمل ايه؟ هي مش قالت لك راقبيني؟ راقبيني. ازاي يعني؟ واروح اقول لها معلومات؟ لا، احنا هنصدر لها معلومات اللي احنا عايزين نوصلها. مش هتصدقني طبعا. مش مهم تصدقي، المهم تعملي اللي عليك. طب وياسر الشواربي واللي معاه؟ لا ياسر ده انا وانت هنلعبه. ما تخافيش. حاضر. خطيرة. اوكي. ما تأخرش. ماشي. انا اتكلمت مع ابويا. من الاخر كده احنا الاثنين رافضين الجوازة دي اصلا. بص هو شايف ان الطلاق مش حل، بالعكس هو شايف ان انتوا تبقوا مع بعض كده لفتره عشان تتاكدوا بنفسكوا ان العلاقه دي ما كانتش تنفع من الاول. شوف يا شريف، احنا هنجيب المأذون ونكتب الكتاب ونبقى ناخد كام صوره كده عشان نحطهم على الفيسبوك عشان كل الناس تعرف انكم اتجوزتوا. امتى؟ اول ما تسلمني اصل الفيديو. ايه سكت ليه؟ هسلمك اصل الفيديو يوم ما نكتب الكتاب عندكم في البيت. وانا ان شاء الله بقى اللي يضمن كلامك ده. والدك يضمني. هتصل بيه واخليه يضمني عندك. ومش هخرج من بيتكم غير والفيديو معاك.